طيب. لكن أمر مثل الصين نعم وكثرة المنتجات الصينية، أنا بس عايز من هذا المكان نبدأ بداية جزئية. تفضل. ظهرت عمامة في مصر من فترة تحاكي هذه العمامة الشريفة، عمامة الأزهر الشريف، عمامة صيني رخيصة الـ 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 القيمة والقدر ورخيصة الشكل حتى. احنا عايزين بس الأئمة والعلماء يبدأوا كيف تضع عمامة صيني والصينيون على رأسك أيها العالم، والصينيون يهدمون المساجد ويقتلون المسلمين ويبيعون أعضاءهم ويغتصبون النساء ويغتصبون نسائهم. ده انت حاطط، اقولها بالصعيدي، ده انت حاطط جلوس طين وعجين على دماغك، انت حاطط طين وربراب على راسك. يبقى اول شيء العلماء، ونبدأ من الحلقة المباركة دي نطلق من الآن ونكتب بداية يبدأ العلماء بمقاطعة العمام الصينية. ما تقوليش العمام الصينية دي هتسوي كام، لكن هذه رسالة. نعم. أنا لا طبعا أنا تحدث عن قدوة الناس في أنا المجتمع. حتى قبل موضوع جرائم الصين الأخيرة لما كنا في وزارة الأوقاف كنت لا أستطيع أني أنظر إلى إمام وهو يضع هذا المسخ على رأسه وأقول أنه هذا ليس يعني فيه تضييع لهيبة العمامة الأزهرية. أحمد شوقي يقول عن هذه العمامة وهذا اللباس كانوا أجل من الملوك جلالة، كانوا أجل من الملوك جلالة. فلما نضع هذه الجلالة ونتنازل عنها ونلبس، فهذا الأمر يحتاج إلى إعداد، وممكن نبدأ بأشياء جزئية حتى نصل إلى مرحلة المقاطعة الكاملة للمنتجات الصينية بإذن الله تبارك وتعالى.